سنة 1949 غنت ليلى مراد لنجيب الريحاني في فيلم غزل البنات، وقالت له: أبجد هوس حطي كلمون، شكل الأستاذ بقى منسجمون، أستاذ حمام نحن الزغاليل، من غير جناح بنميل ونطير، والمكر فينا طبع جميل، إن قلنا لأ لأ يعني نعم. وزي ما هي غنت له أبجد هوس عشان تعلمه العربي على طريقتها، إحنا كمان النهاردة في الفيديو ده هنتعلم أبجد هوس بس بالهيروغليفي والهراتيقي والدموطيقي والقبطي. جايز كوباية الشاي ويلا بينا. يا صباح الخير عليكم، واهلا بكم في فيديو جديد من قناة حبة ايجيبتولوجي، مكملين شرح باقي حروف الهجاء للغة المصرية القديمة بالخط الهيروغليفي والهراتيقي والديموطيقي والقبطي، وده بإذن الله هيكون الجزء الرابع والأخير من السلسلة دي. هسيب ليكم في صندوق الوصف تحت الفيديو رابط الجزء الأول والتاني والتالت، لو ما كنتش شفتهم تقدر ترجع للروابط دي وتتفرج عليهم. كمان هسيب ليكم رابط صفحتنا على الفيسبوك حبة ايجيبتولوجي لكل اللي حابب ينضم لينا على الصفحة كمان، ولو كنت لسه مشتركتش في قناتنا دوس على زر الاشتراك واشترك معانا، وكمان ممكن تفعل زر الجرس علشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. ويلا بينا دلوقتي نكمل شرح باقي الحروف، وهناخد النهاردة حرف التاء والساء والدال والجيم المعطشة واللام، وكمان هنبص على كام علامة في الأبجدية القبطية نقدر نقول كده إنها ما كانش ليها مقابل في حروف الهجاء للغة المصرية القديمة اللي شرحتها، وهي علامات يونانية حابة إن أنتم تعرفوهم علشان نكون شرحنا الأبجدية القبطية كلها. ويلا بينا نبدأ الشرح. أول حرف معانا النهاردة اللي هو حرف التاء. حرف التاء المصر القديم عبر عنه في الخط الهيروغليفي برغيف الخبز، يبقى رغيف الخبز ده في الخط الهيروغليفي بيعبر عن حرف التاء والترجمة الصوتية تي، الترجمة الصوتية حرف التي. طيب نشوف بقى رغيف الخبز ده ازاي اختصروا في الخط الهيروغليفي. هنلاقي العلامات اللي ظهر قدامنا دي كانت الأشكال المختلفة اللي ظهر بها رغيف الخبز في الخط الهيروغليفي، يعني بقى يختصر العلامة لدرجة ان هي بقت شبه حرف الاس شويه في اللغه الانجليزيه، يعني يرسمه بحركه واحده سريعه كده ويسيبه مفتوح من جهه اليمين، ما يرسمش رغيف خبز كامل مقفول كده زي الخط الهيروغليفي، لا يرسمه بحركه واحده سريعه كده شبه حرف الاس زي ما قلنا في اللغه الانجليزيه. طيب ننتقل بقى نختصرها في الخط الديموطيقي، هنلاقي ان هي في الخط الديموطيقي بقت شبه مثلث صغير كده مفتوح من اليمين او شبه علامه اكبر من كده شويه، يعني برضو اختصر العلامه علشان خاطر يكتبها بسرعه، فده اختصار ليه في الوقت ان هو واسرع ان هو يكتبها بشكل اسرع ما يرسم رغيف الخبز الكامل. طيب ننتقل بقى الخط القبطي، هنلاقي عشان يعبر عن حرف الت في الخط القبطي عندنا العلامة الأولى دي اللي هي بتنطق تاو أو طاو أو ضاو علشان بتعبر عن حرف الت وحرف الط وحرف الدال، يبقى العلامة الأولى دي أبجدية يونانية بتنطق تاو أو طاو أو ضاو عشان بتعبر عن حرف الت وحرف الط وحرف الدال. طيب تاني علامة بقى اللي هي تيتا أو سيتا، دي بتعبر عن حرف الت وحرف الس، يبقى تاني علامة دي أبجدية يونانية برضو تيتا أو سيتا بتعبر عن حرف الت وحرف الس. طيب تالت علامة بقى الحقيقة إن دي مش أبجدية يونانية، لأ ده دي علامة من ضمن العلامات الديموطيقية اللي المصري القديم أخدها من الديموطيقية وضافها للأبجدية اليونانية في الخط القبطي. طيب دي علامة ديموطيقية نطقها دي أو تي، تي أو دي، يعني بتعبر عن صوت التي أو صوت الدي. طيب إحنا قلنا دي علامة ديموطيقية، إذن هي متاخدة عن علامة هيروغليفية، طب هي متاخدة عن أي علامة هيروغليفية؟ الحقيقة إنها كانت اختصار للعلامتين الهيروغليفيتين اللي ظاهرين قدامنا دول، العلامة اللي فوق ده ايد ذراع بتحمل رغيف خبز وتحت ده رغيف الخبز، طيب مع بعض كده بينطقوا ديت في الهيروغليفي بينطقوا ديت دي اي تي. طيب اخد شكلهم بقى في الديموطيقي وبقت العلامة اللي هي تي او دي بتعبر عن صوت التي او صوت الدي، يبقى زي ما قلنا في الخط القبطي عشان يعبر عن حرف الت بالتلات علامات دول، اول علامة تاو طاو ضاو اللي هي بتعبر عن الت والط والدال، تاني علامة اللي هي تيتا أو سيتا بتعبر عن الت والس، تالت علامة اللي هي دي أو تي بتعبر عن صوت التي أو صوت الدي.
حرف الس. حرف الس المصري القديم عبر عنه في الخط الهيروغليفي بعقال دواب، عقال دواب أو حبل لربط الحيوانات. حبل لربط الحيوانات أو عقال الدواب ده كان الشكل الهيروغليفي لحرف الس. طيب الترجمة الصوتية بقى الأجنبي في اللغة الإنجليزية مثلا عشان يعبر عن حرف الس هيكتب تي اتش. طب هو عايز حرف واحد بس يكتبه علشان يعبر عن حرف الس في الترجمة الصوتية زي كده، ما احنا بنكتب في اللغة العربية س، فهنلاقيه ان هو راح كاتبه تي وتحتها شرطة أفقية، يبقى تي وتحتها شرطة أفقية دي الترجمة الصوتية لحرف الس. طيب نشوف بقى عقال الدواب او الحبل اللي بيربط بيه الحيوانات ده ازاي اختصر شكله في الخط الهيروغليفي. هنلاقي بيه العلامات اللي ظاهره قدامنا دي، العلامات اللي ظاهره قدامنا دي الاشكال المختلفه اللي اترسم بها عقال الدواب في الخط الهيروغليفي. هنلاقي ان هو اختصر الى العلامه بقت شبه كده تقريبا مستطيل صغير كده مفتوح من اليمين وطالع منه شرطه كده من الشمال، او برده شبه حرف الاس باللغه الانجليزيه شويه كده، او برده شبه علامه اكبر من كده وطالع منه شرطة كده من الشمال. ده كان اختصار العلامة في الخط الهيروغليفي. طب نبص بقى في الخط الديموتيكي اختصر العلامة اكتر، هنلاقيها برضو بقت شبه حرف علامة اكبر من كده وفوقها شرطة، يعني برضو اختصر واختزل في شكل العلامة اكتر علشان يسرع في كتابته، فبقت بالشكل ده اللي هو شبه علامة اكبر من شوية كده او مثلث صغير مفتوح من جهة اليمين وفوقه شرطة كده مايلة. طيب نبص بقى في الخط القبطي اللي مكتوب بأبجدية يونانية، هنلاقيه بالعلامة اللي احنا اخدناها من شوية اللي هي سيتا، تيتا او سيتا اللي هي بتعبر عن حرف الت وحرف الس، هناخدها هنا بانها سيتا سيتا فبتعبر عن حرف الس في الخط القبطي. حرف الدال المصري القديم عبر عن حرف الدال في الخط الهيروغليفي بإيد، إيد الإنسان دي بتعبر عن حرف الدال في الخط الهيروغليفي، والترجمة الصوتية دي يبقى الترجمة الصوتية دي وبالخط الهيروغليفي إيد إنسان. طب اليد دي بقى اختصرها إزاي في الخط الهيروغليفي؟ هنلاقي الأشكال اللي ظهر قدامنا دي الأشكال المختلفة اللي ظهر بيها الإيد في الخط الهيروغليفي، العلامة بقت أشبه في اختصارها إنه يرسم شرطة أفقية كده وطالع منها شرطة كده منحنية عليها شرطة مايلة عليها شرطة رأسية كده بتعبر عن صباع الإبهام. يعني الخط الأفقي ده بيعبر عن الإيد، عن كف الإيد، والشرطة المايلة عليها من فوق دي بتعبر عن صباع الإبهام. ودي كانت الأشكال المختلفة اللي اختصر بها العلامة في الخط الهيروغليفي. طيب ننتقل بعد كده بقى للخط الديموتيقي، هنلاقي العلامتين اللي ظاهرين قدامنا برضو بقت شبه علامة أكبر من شوية أو شبه علامة حرف الإس شوية، يبقى العلامتين دول الشكلين اللي ظهر بيهم حرف الدال في الخط الديموتيقي. طيب الحقيقة إن هتقولولي إن علامة أكبر من كده ده نفس الشكل تقريبا اللي ظهر في الخط الديموتيقي لحرف الت وحرف الس برضو، طب هنقدر نفرق ما بينهم إزاي؟ الحقيقة إن هي دي صعوبة الخط الديموتيقي، إن في تشابه كبير جدا ما بين العلامات، فيعتبر المتخصص في الخط الديموتيقي ده من أصعب أنواع الخطوط في الدراسة وترجمة النصوص بتاعته. طيب ننتقل بعد كده بقى للخط القبطي ونشوف هو كتب إزاي حرف الدال في الخط القبطي. هنلاقي إن هو في الخط القبطي عبر عن حرف الدال بالعلامة اللي إحنا أخدناها من شوية، وإحنا قلنا إن دي علامة ديموتيقية اللي هي دي او تي. دي او تي علامه ديموتيقيه متاخده من العلامه الهيروغليفيه، من العلامتين الهيروغليفيتين اللي هو ذراع بيحمل الخبز وتحته رغيف خبز وبينطق ديت، يبقى شكلهم في الديموتيقي اللي هي العلامه دي او تي اخدها في الابجديه في الخط القبطي عشان تعبر عن حرف الدال وحرف التي دي او تي. طيب بالنسبه بقى للعلامه الثانيه اللي هتظهر قدامنا دي ابجديه يونانيه اللي هي دلتا او زلتا، دلتا او زلت عشان بتعبر عن حرف الدال وبتعبر عن حرف الزال، يبقى في الخط القبطي عشان يعبر عن حرف الدال عندنا الدي او التي ودي علامه ديموتيقيه، وتاني علامه اللي هي ابجديه يونانيه اللي هي دلتا او زلت بتعبر عن حرف الدال وحرف الزال. حرف الجيم، حرف الجيم او الجيم المعطشة المصري القديم عبر عنه بثعبان في الخط الهيروغليفي، يبقى في الخط الهيروغليفي الثعبان ده بيعبر عن حرف الجيم او الجيم المعطشة. طب الترجمة الصوتية بقى الاجنبي علشان في العادة يكتب حرف الجيم مثلا في اللغة الانجليزية هيكتب دي جا عشان يعبر عن حرف الجيم، طيب هو عايز بس حرف واحد يعبر عن حرف الجيم في الترجمة الصوتية، فهلاقيه كتب دي وتحت شرطة دي وتحتها شرطة أفقية صغيرة كده، دي الترجمة الصوتية للحرف الجيم. طيب
يبقى في الخط الهيروغليفي ثعبان. طب اختصروا ازاي الثعبان ده في الخط الهيروغليفي بالعلامات اللي ظهر قدامنا دي، الشكل الاشكال المختلفه اللي ظهر بيها الثعبان في الخط الهيروغليفي. يعني نقدر نقول ان الشكل كان اقرب قوي للهيروغليفيه، محافظ على شكل الثعبان على قدر الامكان. طيب بالنسبه للخط الديموتيكي بقى هنلاقيه اختصر العلامه اكتر لدرجه انها بقت تقريبا شبه شرطه مايله كده، شرطه مايله كده بس عشان تعبر عن الثعبان. طب ننتقل بقى للخط القبطي. هنلاقي في الخط القبطي العلامه اللي هي جينجا اللي احنا اخدناها قبل كده وقلنا ان دي علامه ديموطيقيه، برضو المصري القديم اخدها واضافها للابجديه اليونانيه. الجينجا دي اللي هي بتعبر عن الجيم المعطشه، هي علامه ديموطيقيه ومتاخده عن الاصل الهيروغليفي اللي هي حفره يخرج منها لهب. العلامه اللي ظهرت قدامنا دي حفره يخرج منها لهب وتنطق جا في الهيروغليفيه. جا هو اخد بقى شكلها في الديموطيقي، اخده في القبطي وبقت العلامة دي اللي هي جينجا وبتعبر عن حرف الجيم أو الجيم المعطشة. حرف اللام، حرف اللام المصري القديم عبر عنه في الخط الهيروغليفي بأسد رابض. أسد رابض يعني أسد قاعد كده، ده كان الشكل الهيروغليفي لحرف اللام. يبقى حرف اللام في الخط الهيروغليفي عبر عنه بأسد رابض، والترجمة الصوتية ال، الترجمة الصوتية حرف ال ال. طب نيجي نشوف بقى اختصر ازاي الأسد ده في الخط الهيروغليفي. هنلاقي ان هو بس يدوب اكتفى بخط كده مايل بيعبر عن خط الظهر مع القدم الخلفية، وطالع منه شرطة صغيرة كده بتعبر عن الديل. يبقى اختصر العلامة او في الخط الهيراطيقي واكتفى بس انه يرسم خط الظهر للأسد مع القدم الخلفية وشرطة صغيرة بس كده طالعة منه بتعبر عن الديل. طب نيجي نبص بقى في الخط الديموطيقي، هنشوف ان العلامة يعني اختصرها جدا لدرجة ان هي بقت اشبه بخط مايل كده بس اللي هو خط الظهر، بيعبر عن خط الظهر للأسد، واوقات طالع منه شرطة صغيرة عشان يعبر عن الديل، وده كان اختصار قوي جدا للعلامة عن شكلها في الخط الهيروغليفي. طيب ننتقل بعد كده بقى للخط القبطي. هنلاقي في الابجدية اليونانية في الخط القبطي العلامة اللي ظهر قدامنا اللي هي لولا، دي بتنطق لولا وبتعبر عن حرف اللام. يبقى في الخط القبطي عشان يعبر عن حرف اللام بالعلامة اللي قدامنا دي، ودي أبجدية يونانية، بتنطق لولا. بكده نكون انهينا حروف الهجاء للغة المصرية القديمة اللي هي الحروف اللي نقدر نقول عليها طالع منها صوت واحد اللي هو زي الألف والباء والتاء. فاضل بس الحقيقة كده خمس علامات موجودين في القبطية، هم كلهم أبجدية يونانية، حبيت ان انا اشاركها معاكم علشان نكون اخدنا كل العلامات القبطية سواء بأبجدية يونانية او حتى العلامات اللي اخدها من الديموطيقية. طيب اول علامه خالص اللي هي اكسي، اكسي دي بتعبر طلع منها كده ثلاث حروف يعني ثلاث اصوات اللي هو الالف والكاف والسين اللي هو زي حرف الاكس بالانجليزي. يبقى اكسي اول علامه دي ابجديه يونانيه، اكسي بتعبر عن حرف الاكس باللغه الانجليزيه او بالعربي بقى اللي هي ثلاث حروف الف وكاف وسين اكس. طيب تاني علامة اللي هي في، في طلع منها صوتين بتعبر عن صوت الفه أو أقرب ما يكون اللي هو فه ويه، في في وبالإنجليزي بي اتش. طيب تالت علامة بقى وبرضو أبجدية يونانية اللي هي كي أو خي، طلع منها صوتين برضو اللي هو الكاف والياه، يعني نقدر نقول بتعبر عن صوت الحرف الكاف أو التش أو الخا، يبقى كي كي أو خي. العلامة اللي بعد كده اللي هي إبسي، إبسي بتعبر عن صوتين صوت البه والسين بس كده، إبسي به والسين بي اس بالإنجليزي إبسي. والعلامة اللي بعد كده اللي هي سو، سو دي بقى العدد ستة يعني رقم ستة، وأوقات كتير بيضيفوها للأبجدية برضو اليونانية اللي هو العدد ستة سو، سو ده العدد ستة. يبقى من الأول كده تاني إكسي في كي أو خي وإبسي وسو. بكده يكون انتهى فيديو النهاردة وخلصنا شرح حروف الهجاء للغة المصرية القديمة، وشوفنا ازاي اتكتبت بالخطوط الاربعة اللي المصري القديم استخدمهم على مدار تاريخه الطويل. يا رب تكونوا استفدتوا وتكون الفيديوهات ساعدتكم ونفعتكم. لو عجبك الفيديو ادعمني بلايك ودوس على زر الاشتراك، والى اللقاء في فيديو جديد من فيديوهات حبة ايجيبتولوجي. كانت معكم سالي احمد، حافظوا على اثاركم، تحموا تاريخكم، بتمنى لكم هيرو نافر.